طول الوقت الماتشات اللي بتجمع ما بين الاهلي والانديه المغربيه والاهلي والانديه التونسيه بتكون مباريات فيها من الحده والنديه الكرويه اللي بتبقى واضحه للكل. ده ليه؟ اولا لانه عظمه تاريخ النادي الاهلي الكبير اللي عمله في افريقيا بيخلي دايما كل الفرق عندها استعداد كبير لملاقاته. بالاضافه الى انه كمان الفرق اللي احنا بنتكلم عنها في المغرب وخلينا نخص بالذكر الرجاء والوداد اتنين من الفرق الكبيره جدا جدا في افريقيا وفي المغرب. طبيعي ان المباراه تبقى واخده الحجم ده من الاهتمام، بس اللي انا عايز اقوله واتمنى تكون الرساله واضحه يعني وضوح الشمس يعني. رسالة تكون واصلة لجماهير الرجاء ورسالة تكون واصلة لجمهور الأهلي. دائما وأبدا بنقول إن الكرة هي اللي بتقرب. دائما وأبدا بنقول إنه لو حصل بعد أو مسافات ليها علاقة بأي حاجة تانية اللي بيقرب دائما الكرة. طيب ما بالك وكل حاجة الحمد لله في أفضل حال لها علاقة بالوطن العربي. فمفيش أي سبب من الأسباب تخلي يبقى في اي مشاكل او كده. متفهم انه جماهير الرجاء قد يكون عندها بعض التعليقات على التحكيم، متفهم انه جمهور النادي الاهلي عنده بعض التعليقات اللي لها علاقه بالمباراه المقبله، وانه قد يشكل هذا الامر ضغطا على التحكيم الافريقي. اللي بشوفه واللي بتمناه انه حكم المباراه يدي لكل واحد حقه، يدي للأهلي حقه ويدي للرجاء حقه. وأتمنى من اللعيبة إن هم يبقوا عارفين كويس قوي إنه دي مباراة في كرة القدم، لعيبة الأهلي ولعيبة الرجاء. وأتمنى إنه الأمور تفضل في إطار المنافسة المحترمة الشريفة الحلوة اللي إحنا بنحبها. ما تسألنا إحنا كمصريين والأهلي هنا يمثلنا في هذه البطولة، ما تسألنا إحنا كمصريين نحب نشوف المواجهات بتاعة الأهلي والرجاء والأهلي والوداد. والأهلي دايما نعتبره عندما يسافر لملاقات أحدهما الكبار اللي هو الرجاء أو الوداد بنشوف دي مباراة حلوة في إفريقيا ومباراة حلوة في الوطن العربي، ودايما بتفضل في إطارها. فأتمنى أنها تفضل طول الوقت في إطارها ولا يعني لا يلتفت لا يمينا ولا يسارا. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للنادي الأهلي ده، بما أن حديثي عن النادي الأهلي.